وحول هذا الموضوع قال المهندس مصطفى عقيل الشيخ مدير إدارة التفتيش والسلامة المهنية في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إن من تفعيل التعديل في قانون العمل يسهم في الحد من التبعية الاقتصادية للمرأة. ومن أبرز النتائج المتحققة في تعزيز تقدم المرأة في سوق العمل على ضوء تفعيل هذا التعديل في قانون العمل هي المساعدة على تغيير الصورة النمطية لتطلعات المرأة وأفضلياتها وقدراتها وملائمتها لوظائف محددة، وكذلك الحد من التبعية الاقتصادية للمرأة، وبالتالي زيادة نفوذها ومكانتها في الأسرة والمجتمع، بالإضافة إلى التخفيف من خطر وقوع المرأة وأسرتها في الفقر، وكذلك الحرص على تمكين المرأة من تخطي الأزمات الاقتصادية، فضلا عن تخفيض معدلات دوران العمال والنهوض بالإنتاجية وزيادة قدرة المؤسسات على استقطاب المواهب والاحتفاظ فيها، وكذلك تحسين علاقات العمل وزيادة الاستقلالية الاقتصادية للعاملة، فهذا يعني استقرارا ماليا أكبر وتقدم عدد أكبر من النساء الماهرات للعمل في المؤسسة.